أستاذ فادي، وصلنا قبل قليل يعني خبر من مصادر تقول بأنه رسميا مجلس شورى حزب الله يعين السيد هاشم صفي الدين أمينا عاما للحزب. هل بالفعل انتشر هذا الخبر، وصل إليكم، إلى قيادات حزب الله، إلى الشعب اللبناني؟ يعني بطبيعة الحال أن مجلس الشورى سيجتمع، ومن أكثر من أبرز المرشحين هو سماحة السيد هاشم صفي الدين، لكن ننتظر الإعلان الرسمي عنه، حيث يتم ببيان رسمي من حزب الله يعلن فيه أن سماحة السيد هاشم صفي الدين هو الذي سيتابع مسيرة السيد حسن نصر الله. على أي حال، الأسماء طبعا والكاريزما أمر مهم، ولكن حزب الله بالآخر هو يعني يعمل بشكل بالشورى بالمؤسسات. الشخص مهم وضروري وأساسي، ولكن الاستراتيجية التي يتبعها حزب الله يخول أي عضو مجلس شورى أن يتابع هذه المسيرة إن شاء الله بصلابة أكبر وبإنجازات أكثر. زين، انتشر خبر بالعراق، ما أعرف طبيعة الحال سماحة السيد هاشم صفي الدين هو من الشخصيات المقربة جدا من سماحة السيد نصر الله على المستوى الشخصي وعلى المستوى الوظيفي، وأيضا الذي يشغله يعني يشغل منصب مهم جدا، هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله. لكن أود السؤال عن خبر انتشر في القنوات العراقية، في السوشيال ميديا العراقية، ربما مصدر قريب حتى من الحكومة العراقية لكن بشكل رسمي من الحكومة ما تم تبنيه، بأنه هل بالفعل سينقل جثمان السيد الشهيد نصر الله إلى العراق ويدفن في كربلاء؟ هذا الخبر انتشر حتى عندنا، وقد أصدر حزب الله أنه ليس هناك أي صحة لمثل هذا الخبر ما لم يصدر بيان رسمي، يعني ليس هناك تأكيد إن كان سيصدر، وليس هناك نفي بانتظار ما سيصدر عن حزب الله رسميا.